منذ زيارة الكاظم لمحافظة كربلاء وإيعازه بزيادة الإنتاج وتشجيع الزراعة للنهوض بهذا القطاع المهم الذي عانى الأمرين، يستمر مشروع الساقي وبخطة مستقبلية لزيادة الإنتاج والمساحات الخضراء. احنا بهاي المزرعة، مزرعة الساقي التابعة للعتبة العباسية المقدسة، نحاول الفكرة الرئيسية من المشروع هي بنقل النخيل، نحاول نكاثر أصناف النخيل. نعرف ان الاصناف النخيل الموجوده بالعلاقه اكثر من 650 صنف، فبدت هاي الاصناف تنقرض بسبب الحروب وسبب فنحاول بهاي المزرعه قلت نكاثر هالاصناف ونجيبها ننميها نكاثرها. هاي الاصناف تجينا من اما من محافظات العراق، اصناف نادره نجلبها من محافظه العراق او من خارج العراق. الاصناف الموجوده عندنا اكثر من 90 صنف موجود عندنا. المساحه الكليه للارض، المساحه الكليه للارض 10000 دونم، المساحة المزروعة بالنخيل 600 دونم، المساحة الجاهزة للزراعة إن شاء الله مستقبلاً 400 دونم، يعني عندنا 1000 دونم إن شاء الله تنزرع بالنخيل. الزراعة هي زراعة حديثة، يعني المسافة بين الزراعة 10 أمتار وفق أنظمة حديثة، نظام ضريبة التنقيط، وفق برامج توضع من قبل مستشارين، برامج تسميد، برامج وقاية، وما شاء الله شوف ما شاء الله إحنا يعني مزرعة بلشنا بالزراعة بها بال 2017. صارت 3 سنوات بدأت عندنا الحمد لله العام، وهالسنة أصناف تبشر. في خضم الظروف الاقتصادية والسياسية تلتحق بها الجوانب الصحية التي أثقلت كاهل العراقيين، تستمر المشاريع الزراعية التي ترفد المواطنين بالكثير من المحاصيل ذات الاستهلاك اليومي، وتسهم بتشغيل الأيادي العاملة وتقضي على التصحر في أماكن عديدة. كادر العمل مالتنا 20 عامل الموجودين داخل المزارع داخل الموقع مالتنا، ومساحة المزارع المزرعة الوحدة قسم عندنا 25 دونم وقسم عندنا 45 دونم حسب المساحة مالتها. الزراعة بين نخلة ونخلة 10 امتار. أصنافنا تقريبا عندنا 117 صنف من النخيل. عندنا زراعة الرمان، عندنا زراعة النبق، وعندنا كالنتوز مصدات مع الرياح، مسوين أنواع حتى ورود زارعين عنب. عنب أصناف العنب زارعين موجود عندنا بالمزارع، يعني عندنا كادر مال مهندسين وعمال. عمال السقي مالتنا سقينا كل يومين وثالث سقي، عندنا سقي المزارع نقوم يعني الترتيب مالتنا حسب شفتات، السقي مالتنا شفتات. رغم أغلاق الحدود والتأثيرات التي تمر بها الزراعة في العراق، تستمر التوجيهات التي وضعها الكاظمي لزيادة الإنتاج الزراعي في عموم المحافظات العراقية، وهذه إحدى المشاريع الناجحة في محافظة كربلاء. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.